السلام عليكم، مو أسامة طاهر. إن شاء الله إن إن شاء شاء الله. الله كما نقولوا عودة قريبة للميادين. أسامة، كيفاش جازت هذه العملية الجراحية؟ إن شاء الله. هذه العملية جازت خفيفة، ماشي حاجة. غير غدوة نبدا ندير ديكاسيون إن شاء الله، نولي الميادين إن شاء الله. بنتين جور نجي إن شاء الله. بنتين جور في الميادين إن شاء الله. بنتين جور. جيت صباح بكري نوما؟ صباح بكري 8. 8 وغرست في بسيط باراشوت؟ باسون شبه 12 واحد غير. ما قعدتش، ما طولتش بزاف العملية. ما طولتش، ماكسيموم 4 ساعة ماكسيموم. أنت كنت تسنى فيها هكذا 4 ساعة؟ أنا كنت تسنى فيها 4 ساعة. كنت خايف شوية ولا؟ باش نورمال، والو نورمال. كيفاش رسالة الأنصار يتقلقوا عليك وطلبوا لك شفاء العاجل كيف يقولوا؟ نقول الأنصار ما يتقلقوش، إصابة خفيفة إن شاء الله، نولي الميدان في أقرب وقت. نشكرهم كاع الناس اللي عاونوني وطلعوا لي الموراه إن شاء الله. واليوم الأب تاعك راه حاضر هنايا؟ إيه بيان سور دايما. أو خايف شوية. أو خايف؟ خايف. وعلاه؟ علاش؟ راك تعرف. عاجبني كوالد إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله، دوك نهضروا مع الأب تاعك. السلام عليكم بابا أسامة، اليوم نشوفك حاضر معنا في العملية الجراحية اللي دارها، مو عملية خفيفة جراحية دارها وليدك. كأب كيفاش راك تحس؟ نقول لكم تبارك الله وفيكم ومرحبا بكم، ونطلبوا له الشفاء العاجل. هذا واش نقول؟ كان يقول أسامة بلي كنت مطلق شوية، كنت خايف. علاش الشيء؟ الوالدين هذه الكبدة. الكبدة هذه. تبارك الله وفيكم. اليوم راح تدير للدار ماما ان شاء الله، يدير العائله. شوف كيفاش راهي العائله تاع اسامه. لا لا باس، ماشي مقلقه شويه. عيطنا لهم دوك نهضر مع عمر. لاباس لاباس. اسكو قاموا به؟ شوف لي قاموا به ولا لا؟ لا لاباس لاباس. وجو الانصار كل بارك الله فيهم وربي يخلصهم. مرحبا بهم اخويا. وما خاوه غير خاوه المسائل اللي قاعدين ان شاء الله فيهم. ان شاء الله يكون عوده ميمونه وقريبه ان شاء الله. بارك الله فيك. فيك بارك الله فيك. صحيح.